لما لقى الموضوع كبر فقال لي طب خلينا في الروف او خلينا في الفلور، فهنشوف كده هنشتغل. قلت لك الفلور انت قلت عندي كله معاك كله موجود ان شاء الله. هناخد كده بسرعه. ده التيبيكال بيكتشر بتاع الفراكشر اوربت في الفلور. الراجل ده وقع وهو بيستحمى فعينه دخلت في الحنفيه بتاعت الدش، وكان بيشتكي بان في بين وفي ديبلوبيا وما كانش حد مصدقه، والناس تقول له لا ما فيش حاجه وعينك كويسه والفندس نورمال وما فيش اي مشكله. لما نيجي نبص هنلاقي الصوره بتاعتنا هنا الاثنين عاليين ما فيش مشاكل، وهو باصص الناحيه دي. هيجي الصور بتاعتنا بقى هنا، هنا نورمال اهو الاثنين عاليين بعض، الناحيه دي لا الليفت اي ما حصلهاش انيفيشن. ليه؟ لان الانفيريو ريكتس انتراب جوه الفراكشر ووند اللي موجود في الفلور بتاعه. دي برضو حاله من التيبيكال بيكشر اللي هو لسه جاي مضروب حالا، وده كان ملفوظ بحمار فكسر له الدنيا كلها، بس الحمد لله الجلوب كانت انتاكت وما حصلش فيها اي مشاكل جوه. طبعا ما فيش انيفيشن، الاي هايبوتروبيك والموفمنت حتى في ليميتيشن في كل الموفمنت نتيجه الاديما والمشاكل. رغم كل التكسير ده ما كانش عنده مثلا انتراكت، فمجرد ان احنا عملنا ده انتراكشر زي ما احنا شايفين كل الموز مكسره الميديال لحد الايبكس في كسر في الايبكس. بعد 3 سنين من الريبير بتاع الاوربت فقط مع بتوع الاوكيول بلاستي الموفمنت رجعت فيه، لان ما كانش فيه اي مثلا انتراكتد جوه، فما عندوش اي ليميتيشن، ما فيش هايبوتروبيا والامور فيها كويسه. طبعا مش كل الحالات بتمشي ستريت فورورد كده. هنا نفس الحكايه برضه فراكشر اوربت حادثه عربيه زي ما احنا شايفين الاي سانكينج داون والموقف. طبعا هنا لما دخل الحادثه وكان معاه كوما فمحدش عمل له حاجه لحد ما الامور استقرت ورجع. هنا ده الفراكشر بتاعه، وده بعد ما عمل اول عمل الاوكيوبلاستي الفتحه الفظيعه وابتدت العين تتحرك، وكنا موجودين معاهم جوه مع الاوكيوبلاستي وهو بيشتغل بندخل علشان لو في مصل انتراكتد او مصل كات لازم نشتغل فيها. فهنا اتعمل له فريننج للانفيريور ريكتس اللي هي كانت انتراكتد جوه الموند، لما اتعمل له الريبير وعدلنا الدنيا ابتدت العين تتحرك، بس طبعا في ليميتيشن اوف اليفيشن، وده يعني الحمد لله ان البرايمري بوزيشن رجع في الشكل ده لان كان في فراكشر ريم وفراكشر فلور، وزي ما احنا شايفين الموند عنده في كل الارض. ده منظر السوشيال البرين وده الشكل بتاعه. ده الصوره الثانيه دي اللي هي كان بعد ما اتعمل الريبير، وده بعد سنه من الريبير بتاعه طبعا ممتازه بالنسبه لنا، لان زي ما الدكتوره منال قالت ما فيش 100% في حالات التروما ولا الكولسي ولا الثايرويد. ده برضه نفس الحكايه، ده فراكشر فلور وكان عنده ليميتيشن وهايبوتروبيا في الرايت سايد. هنا اتعمل له سيرجري مثلا سيرجري في الارتعاي، وده مكان السيرجري بتاعنا. نزلنا العين الشمال ليه؟ لان لما اتحط البلاكس بتاعت التروما علت الجلوب عن الطبيعي، يعني حطوا بلاك اكبر من او اسخن من اللي المفروض كانت تتحط فعلت العين لفوق. عملنا سيرجي نزلنا العين الشمال مش طلعنا العين اليمين. هنا طبعا شكل الفراكشر باين والدنيا معاه في كل الاتجاهات فيها مشاكل. لما يجي يعمل ابدكشن في الليفت اي بيحصل ابشوت، الفراكشر واخد الناحيتين اللي هو ده بيسموه الفري فلوتنج ماكسيلا، الناحيتين مكسورين والريم والفلور الناحيتين والروف. طبعا هو يعني ما احناش عارفين هنعمله ايه، ما حدش يقدر يقول ده ايه اللي هينفعه وايه اللي هيعني بص اللي هنشتغل عليها. وهو كمان رفض يخاطر وقال لا ما دام ما فيش نتائج نستنى الامور. وين الفراكشر زي ما احنا شايفين كل الاتجاهات حتى اللاترال وول كان فيه كسر. وده بعد 5 سنين لوحده خالص ما حدش جه جنبه، وما اتعمل له سيرجري للفراكشر اوربت ولا اتعمل له سيرجري للمصر. سيبناه في حاله والراجل ايه؟ عايش حياته كده. ده نفس الحكايه، بس ده الفراكشر بقى لما حصل الريبير اللي عملوه بتوع الماجيلو فيشن بتوع الاسنان. بعدها جاي زي ما احنا شايفين سيفير ليميتيشن في الرايت اي
ديبريشن ولا ديبريشن. وحتى لما دخلنا نعمل فورس ريدكشن تيست العين ما بتتحركش خالص، في حاجه مثبته فيه. ففتحت على الانفيريور ريكتس عشان اشوف ايه اللي حصل تحت في الفلور، فلقيت اللي دخل البليتس اللي بيحطوها عشان يرفع الاوربت خد الانفيريور اوبليك معاه فزقها لورا، فشد الانفيريور اوبليك ماسل اللي ماسكه من عند الماكله شدتها ورا، فالعين لا تتحرك لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا اي حاجه. طب هوصل ازاي للبوستيريور بارت بتاع الانفيريور اوبليك؟ مش ممكن. فالحته اللي قدامي في الانفيريور اوبليك رحت قصصها، قلنا الانفيريور اوبليك مش قضيه. ده المنظر كان اسبوع بعديها، ابتدت العين تتحرك وابتدى يبقى فيه انيفيشن وديبريشن، بس طبعا الانيفيشن والديبريشن مش بالكفاءه لان الله اعلم السوبيريور ريكتس مع المده كان حصل فيه ايه، والانفيريور اوبليك الانفيريور ريكتس برضه عامله ايه. بس على الاقل الشكل العام الليفلز بتاع العينين اتعدل لوحده، يعني ما عملناش لا ريسيشن ولا ريسكشن، ما جيناش ناحيه النكتاي خالص. الولد ده برضه من الحالات العجيبه جدا، ده وقع من القطر وحصل له الكلام ده زي ما احنا شايفين، اورتو متشرحه خالص وكل ده كان فراكشر وفي في دماغه لسه اصابات كتير من ورا، وهايبوتروبيك وشويه زي ما يكون اكزوثالميك، وفي شويه وفي ليميتيشن اوف اليفيشن. لما جينا ندخل يوم السيرجي زي ما احنا شايفين في ليميتيشن سيفير ليميتيشن، مفيش تقريبا اليفيشن. بس واحنا بنعمل اكزامينيشن تاني قبل العمليه بالظبط اون تيبل، يعني لقينا العين الشمال هنبص عليها دلوقتي مفيش ليميتيشن في الادكشن، بس في جود اليفيشن في الادكشن، يعني معناها ان الانفيريور اوبليك بتاعته شغاله. لو كان ماسل انتراكتد انفيريور ريكتس هتمنع الاليفيشن في جميع الحالات حتى لو هي مش في الاكشن بتاعها، يعني مثلا انتراكتد شد العين لتحت مش هتطلع. فكان الديسيجن ان احنا ندخل نفتح على السوبيريور اريا ونشوف السوبيريور ريكتس فيها ايه. فكانت المفاجاه طبعا ان احنا لقينا السوبيريور ريكتس مقطوعه تقريبا وشبكه على شعره، ملهاش علاقه بقى بالستراكشر فلور ولا بتاع، بس من التروما اكيد في شارب بوند موجود من الستراكشر فلور هو اللي قطع على السوبيريور ريكتس. فخيطت السوبيريور ريكتس ورجعناها مكان، يعني هي كانت في مكانها الاساسي موجود بس في السيريلي في حته مقطوعه من فوق السوبيريور اوبليك، فبقى شكله كده. وبعد سنه ونص طبعا كانت مفاجاه غريبه جدا، واول مره اشوف السوبيريور ريكتس مقطوع منها. هنا بقى الحاجات اللي هي ابنورمال خالص، يعني حاجه مالهاش علاقه بالحدوته. الولد ده زي ما احنا شايفين فراكشر اهو باين جدا وكل ده متكسر، وكانت حادثه العربيه اتقلبت. العين الشمال اللي هي في فراكشر فيها نستجمس، في ابنورمال جنكي موفمنت، وبيبل دايليتد وفيكسد، وفي اوبتيك اتروفي لان في فراكشر ايبكس ده انت كريا هيروش. انما مشكلته فين؟ ان اللايت اي فيها 6 نيرف بولسي، ده من الهيموريج ومن البرين تروما اللي حصلت وليس ليها علاقه بالاورجن. طبعا nothing to be done في الحاله زي دي لان النون سينج اي والنستجنس ده مش هيروح باي حاجه عندنا. وده شكل السوشيال، ادي فراكشر فلور وادي فراكشر روف، وهنا في الجسم تاني وفي سيبريشن تحت حتى لحد زي هم كمان متكسر وبقه متكسر المندبل. فيعني كويس قوي ان ايه ان في سكس لاير بولسي الناحيه الثانيه. بس هنا برضه من الحالات اللي هي معناتها فراكشر فلور وميديال وول، وكان بريزنتنج بكده وكنا ما بين هل هو ليميتيشن دي احنا في الاول مع التروما ومع الشكل ده توقعنا ان هي ميديال ريكتس انترابتد جوه الفراكشر ميديال وول، عشان كده عامل ليميتيشن في الابدكشن في الناحيتين. بعد 7 شهور لما عملنا السي تي بتاعه وطلع ما فيهوش مشاكل في ان مفيش انتراكشن، ايه؟ عنده برايمري بوزيشن فيز وفي ليميتيشن، فده بايلاترال 6 نيرف مش نتيجه التروما والميديا ريكتس ما هياش انتراكتد ومش ليميتد مش ريستريكت. وده كان شكل السي تي بتاعه.
زي ما احنا شايفين الهامورج والفراكشرز اللي موجوده، وفي تحت هيماتوماس جامده جدا كانت تحت الجلوب، فما كناش قادرين نعرف هي ميديا ولا لا. بس بعد كده ثبت ان هي ما لهاش علاقه خالص بالسكس نيرف، ده من الكونكشن او من الهامورج اللي كان موجود عنده. الولد ده وقع من ثاني دور، وزي ما احنا شايفين الفراكشر باين، وفي فراكشر فلور والجلوب سانكينج داون، وفي ليميتيشن اوف اليفيشن. وبرضه المشكلة بتاعته الأساسية إن هو عنده دايليتد فيكسد بيوبل نتيجة الأوبتيك أتروفي الأبوتد أوبتيك نيرف من الفراكشر تروما. زي ما احنا شايفين الفراكشر موجود واصل لحد الإبس أوف ذا أوربت من هنا، فطبعا ده ما تعملوش. برضه الحاجات الأبنورمالز أو يعني الواحد ما لهاش علاقة بالفراكشر قوي، هنا الفراكشر فلور في الرايت سايد وفي هايبوتروبيا بس معاها اكزوتروبيا. فالاكزوتروبيا دي عادة هو عنده فراكشر ميديال وعنده فراكشر فلور، فما فيش مش ممكن يبقى اللاترال ريكتس انترابت. فهي هنا ان الميديال ريكتس حصل لها سمثينج ويكنينج بس بتشتغل وما فيش ليميتيشن اوف موفمنت. فالاكزوتروبيا اللي جت دي جت ليه؟ ما اعتقدش في السن ده من الاوكلوجن او من التروما أو ده، لأن أكيد إلا لو كان هو أساسا كان إكزوفوريك وهو حصل له ديكمبنسيشن نتيجة التروما، فده جاست إن هو اتعمل له ريسكشن ريسكشن والعين سنترلايزد والليفل بتاعهم معقول وهو أكسبتد، وبعد الانفجار ده طلع من الجيش وراح اتجوز. هنا بقى الدكتور عمر فين؟ الدكتور سيد. هنا دي حالات الأوربيتوباثي، وده اتعمل له 3 وول ديكومبريشن زيه بالظبط زي الفراكشر اوربت، ان هم شالوا الروف فالعين سانكن داون وفيها سيفير ليميتيشن اوف اليفيشن، انما مفيش هنا ليميتد اليفيشن في الرايت اي نتيجه الفراكشر فلور. هو طبعا بيعملوا 3 وول، فانما الميديال فلور هو اللي وقع الجلوب تحت هو اللي عمل الليميتيشن. هنا زي ما احنا شايفين الجزء ده كله اتفتح انهم شالوا كل الوول ده. هنا اتعمل له ريسكشن ريسكشن في الانفيريور ريكتس والسوبيريور ريكتس، ورجعنا الجلوب في الليفل بتاعه، بس طبعا في ريتراكشن اوف ذا لور ليد. هم بتوع الاوبرا بلاستي اللي عملوا له ديكومبريشن يشيلوا بقى هم حته اللور ليد ريتراكشن، مالناش احنا دعوه بيها، احنا علينا وهم اللي يكملوا شغلهم. هنا برضو الحالات اللي هي ايديوباثيك سوري اياتروجينيك فراكشر فلور، دي حاله انف واذن دخلوه يعملوا لها ساينس لافاج، فسبينال ساينس ففتحوه ودخل على الاوربت وحصل سيرجيكال انفيزيما عملت ليميتيشن. زي ما احنا شايفين في سيفير ليميتيشن في الليفت اي، مفيش اسبوع واحد ابتدت تتحرك ابتدت الايديما تروح والاليفيشن بتاعها اتظبط من غير اي سيرجي، لان هي جاست كان كومبريشن موجود. والناحيه الثانيه بتاعتها بعد 6 شهور خلاص ما عندهاش في مشكله والست بقت ساتيسفايد. فمش كل حالات السيرجي بتبقى مطلوبه، وفي حاجات السيرجي ما بتبقاش مطلوبه لان ممكن تضر اكثر من الاول. وثانك يو.